سلام شباب، اليوم راح نستعرض إيقاع فريج 2009 بالنسبة لياماها 1000، طريقة استخدامه أو تشغيله. تروح على اليوزر، بيفتح معك قائمة اليوزر، هو عادة بكون على بريزن. أروح على اليوزر، بكون مخزن على اليوزر، اختاره. بالنسبة لتشغيل الإيقاع، أما بالنسبة لتشغيل الريجسترات أو الأصوات، بضغط زد، بروح عند حرف الجي مقابلها ريجستريشن، بضغط حرف الجي، بروح على اليوزر خلال التاب، بختار أي ريجستر من الريجسترات مقابله، بنزل تحت المهم. من خلالها بغير الأصوات، كل ريجستر فيه 8 أصوات. تشغيل الإيقاعات والأصوات وإيقاع فريج والمسمى بالكويت 2009. يعطيكم العافية.